هذه راسين كاري، مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه راسين كاري، كل يوم راسين كاري جديدة على EFM من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. هذه راسين كاري على EFM EFM TV، عليها هي تنجموا تشوفونا، وكذلك مرحبا بكم وملاحظاتكم على الباش فيسبوك لباج EFM اللي تبعثونا نقدكم ومتابعتكم لنا، ما تنجم كان تسعدنا. دونك اليوم في حلقة جديدة. En attendant le quatrième chroniqueur, il était collé à l'âge retard les amlou hadaya. J'ai tout zra dou dou في الطياره غير هبطت تو هذيك بيها وجي. كيفاش عرفت؟ هو قال لنا المره الاخرى. الغوز الغالي هذاك قال بلاصت. غنى غنى في توزر وفي راس العام والناس رجعت تخدم راه. مازال في الثنيه. مازال باهي نبداو نستقبلوهم بالواحد بالواحد. رقم واحد جميله الشيحي. يا اهلين وسهلين. قلت لنا سلم على الناس تسمع فينا وتشوف فينا. قلت لنا شنو؟ بوسه كبيره سيسر واحكم. قلت لنا التليفونات ولا شنو؟ وي ممنوعين الحين. وانت ها عندك؟ لا انا لا مش ممنوع. هو هو مش يجي احم احم. انا نشوف المتابعات تاع الناس بيان سور اون سو كونيكت بور 2022 داخل بقوه بابا. لا والله لا يعني كالعاده بربي والله ديكتاتوريه ذي اسمها. ليه ديكتاتورية؟ علاش انت عندك تليفونك وحنا ليه؟ انا نشوف لا رياكسيون. نجم تجيك يجيك ابل. لا عمري ما جاوب هكا ايرجون وحنا ليه؟ يجيك ميساج مهم وحنا ليه؟ لا 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 ماناش في الحاجة هذه. يتصلوا بيك المعجبين متاعك وحنا ليه؟ لا لا ما قلتش هذا. ولكن انا جو مو كونيكت نشوف الباج نتاعنا لي رياكسيون. نشوفوا لك احنا الباج. هاي شنو؟ سيبيا انا معاك في الحكايه بتاع انه التليفون. رقم اثنين شادلي عرفاوي. يا اهلا يا اهلا مرحبا بكم. شويه نشاط بربي شويه نشاط حيويه مستمعينا الكرام. ساعتي وحلقه نار 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 يا حبيبي نار. وانا مع سي سامي في حكايه التليفون الوحيد. يا الله يا جبني شادلي باش يكونكتي مع الناس المعجبين نتاعنا واللي رمارك نتاعهم نتاعنا طبعا. طيب طبعا اما على على شرط انه يعطينا التليفون ترجيل لعب خاطر ساعات نكتب ميسير ما خذيته البارح. اي خذيته البارح وجاوبت اجابه باهيه. شاد لي انت صديقي وعشيري معناها نعرف اللي فيك كل شيء الا القفه. قفه ذي جديده دونك حقوق الانسان كان عند سامي ونحن شنو؟ هاي جميله. نرحبوا برقم ثلاثه انس بن مالك. نسنو ليه مريولك انا قلتها لك في الاوف تو باش نعاودها لك في الحين. ما احلاه مريوك والكولور هذا اللي هو شو اسمه بونبون روزي بونبون روزي بونبون فاشو فاوشي ولا شو اسمه فوشيا 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 فوشيكا. ماشي معاك بالجديد فوشيا. سارة ما تلبسوش كبعاتكم ولا راك على الفوشيا هرب له بال جاي عاود فيها على قبربوها هرب له بالفوشيا. هذه غدوة تلقاها يخدموا بها. وين خدموا بها فانيتك؟ فانيت يخدموا بها وين؟ الرف ماك صديقي بالحق ليهم في راديو منافسة. مش منافسة أصدقاء نحن شيء منافسة بمنطق الخدمة. ماك ولد اي اف ام ويقعد ديما ابن الاي اف ام هيك يمشي راديو أخرى ولا منافس ولا غالط مش منافس مسقط رأسه اي اف ام. هاي ذي نجموا ياخذوها زاد يعيطوا لها نجموا ياخذوها زاد هذي مش خايبة بالهم اي اف ام هما. دوك سلم على المستمعين. انا ناس قدمتني مازلت ما تكلمتش. سلم على المستمعين كله. شادي عندك الحق بالحق اي حق الرب ياما هو الحاجة باهية فيه رامي يا اخو كان الفانيت الفاشله. لا اي فاشلين فيهم خذ اما خذلك مخذلك حتى فان لا خذ لي فانيت فاشلين. انا رامي يعجبني ويقتلني بالضحك سواء في مع رفماق ولا في الميسيون في مع في بالك في راديوات اخرين ما عندكش حق تذكر اسامي. اما احنا قلوبنا طيبه احنا قلوبنا طيبه حلوين مني ومنا الله. ايوه سحروا شويه الغاز يا الله غازي عادي جينا على جمل لو غازي بيع الجمل يا غازي واشتري محر البيني بيع
بيع حيلي كامل يا غزي عادي قرص بطيس غزي ما هو جدولة قديم شوية قعسز ما ديك سميرة توفيق سميرة توفيق بوستخالي طبعا طبعا وحدي نبت مركز على بوستخالي يا ودي بابا مضروب فيها اي 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 منورين سايتي منورين انتم بخير سايتي تجاوب واحد و... والله ازيك يا غازي ومعاكم صوت ممتاز انا نحبه برشا اسمها اسمها بن احمد الله الله محترمه ومحلاها ومحلى صوتها كان في بالي اسمها باهي برشا وانيس زاد باهي برشا وانيس طبعا هاي وساريك انت با انا مش حكي دونك غازي 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 وانيس واسمه شكون وتحيه لميغالو ميغالو الدنيا سبيا لما باهي لما غنيت غزغوز غنى الكل برشا غنيت غنينا فرحت الفرحه الكل غنينا مهرجانات غنيت مهرجانات لا مهرجانات مش تبعيني انا لا جماعه الاخرين اما انا نحب نقول للناس ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير وان شاء الله عام مبارك ان شاء الله 2020 ان شاء الله ويظهر لي يلزمنا شحنه هكا ايجابيه بالقداش انا نحاول ونعمل يلزم الانسان نعمل في الشحن الايجابيه احنا ديما نقولوا فما كلمه نقولوها قبل نقول لك دزها للترش وي سامحني يلزم نبعثوها شويه للترش باش على الاقل نتفقوا ترش غازي تو من بعد فاسين هذاك باش تنقص ترش هو فن اللامبالاه باش تنقص من الثمانيات نتاع تليفونات ممنوعين بارطونت دخلوا بزوز تليفونات سبعه تليفونات لا زوز لا هي شو شو تمشي لا هو ما يشوفش اي بي يلا باش نمشيو اولا مع ايناس في انفو ترافيك مع سامي بن نور رجعنا في راسين كاري هنا لندن سيداتي وسادتي نحن نذيع اليوم من لندن باللغه العربيه للمره الاولى في التاريخ قداش تقال الكلام ومن شكون وين هذا بي بي سي العربي هاي عام 56 سبعينات نتصور قديمة هنا لندن أنا نتصور قبل شوية يمكن حتى في الستينات 56 هنا لندن نحن نذيع اليوم من لندن باللغة العربية للمرة الأولى في التاريخ 48 شكون هذا؟ مصري هذا ممثل مصري مصري؟ ممثل لا مش ممثل مصري في مثل هذا اليوم مش هيك لا ها؟ مش حسنين هيك بدأ القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية بث برامجه في 3 جانفي 1938 وكان أول قسم يبث بلغة أجنبية دونك راديو بي بي سي بدأ البث متاعه 23 ديسمبر 22 للمرة الأولى وبي بي سي هيئة الإذاعة البريطانية هي هيئة إعلامية مستقلة مقر المملكة المتحدة وتأسست على يد مجموعة من الشركات الخاصة وتضم الهيئة توا الشبكة من القنوات ومؤسسات للإنتاج المذيع وهو الإعلام المصري أحمد كمال سرور كان أول مذيع يقوم ما هوش هو سمير سرور بقراءة نشرة البي بي سي سنة 38 دونك سر نجاح الحيادية في البي بي سي هو نتيجة لعدم تلقيها أي دعم حكومي لا من الحكومة البريطانية ولا من حكومة أخرى هذه تصويرته على الباجي اف ام أحمد كمال سرور تمويلها الضخم بشبكة قنواتها التلفزية اليوم والفضائية والمحلية والإذاعات التي تديرها يأتي بشكل مباشر من المواطن البريطاني من خلال الضرائب التي تضعها الدولة على كل جهاز تلفزة هذه الضرائب اللي تدفعها وتجيب لك نتائج في بريطانيا اللي في حال ضرائب سيسيم ندفع ضرائب وي فاتورة متاع الضوء صحيح لا اللي في دقيقة نكمل لك هذه اللي في حال امتلاكه على على ميلكون يدفع ضريبة سنوية تجمعها الحكومة البريطانية وتشكل ميزانية تذهب لتمويل البي بي سي عبر فروحها الكل شو معناها انه لي كونتريبيوابل هم الناس المواطنين اللي هم بمختلف شرائحهم ومختلف وظائفهم ومختلف قيمتهم الاجتماعيه من الطبيب للجنان للفام دو ميناج للموظف الكل يدفعوا ضرائب من خلال الرواتب نتاعهم او من خلال تصريحهم بالممتلكات نتاعهم او بالحاجات اللي دخلوها في السنه هذوكم الكل هما دافعي ضرائب ودافعي ضرائب هنا كما بالنسبة للبي بي سي هما اللي مولوا المملكة المتحدة البي بي سي في المملكة المتحدة دونك هذا هوش كان خاص بالمملكة المتحدة لان فرانس تيليفزيون هي ممولة من اللي كونتريبيوابل
وكذلك التلفزة التونسية والإذاعة الوطنية هي من فلوس لكونتريبيوابل يخلصوا لسالاريي تاع المؤسسة. أنا قلت خلاف ذلك. أنا أحكي لك يعني. أنا لم أقل خلاف ذلك. وعديتني دونك وليتنا انت ماشي قلت اي اما الاما نتاعك معناتها لا انت تقول لا انا نقول اي اما اما انت تقول لا 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 مش هكا 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 تطلع بعض نفس الاجابه يا زوز يا اخي تفضل يا ما واحد كيما قلت جديد عام جديد ما تبداوش بالعرق دخله به يا البارح العرق صحيح يا غيبتي ونحبكم اموركم واضحه بداو البارح يا غازي صحيح بداو البارح سوف اواصل في هذا النهج طالما نشوف انه نهج التريبيونال نهج التريبيونال طالما نشوف انه لم يغير عاد هو كان حرقه نهج روسيا لم يغير من نفسه وما عملش مراجعات فانا باش نكمل في النهج هذا اي من قائل هذه الكلمات انا قلت صار في سؤال حسب سؤال حتى انا بيني ابوك جاد باش نعمل مراجعات ما لم يعملش مراجعات الانسان يعملش مراجعات راهو عنده مشكله انا اقول يعمل مراجعات انا بقول هذا عمل مراجعه اساله واجبه مش شخصنا طبعا شخص شوفك النظريات العظيمه اللي بيعمل فيها مراجعات يلا لا نعرف لا جيت حبيت نقول لك اللي البي بي سي شوف لي دوكيومونتير شوف لي دوكيومونتير بتاع البي بي سي رجعين يا مو مراجعات رجعين يا فيروز معناها تشوف الدوكيومنت خلينا نحكي ونحن هو والله تكون قاعد في قهوه اقسم مو بالله تحكي وتشخص انت احكي يحكي على الاذاعه الوطنيه اه لا في بالي مثل تحكي على المراجعه لا ما عادش الدوكيومنتير اللي تعملهم البي بي سي الوثائقيات بتاع البي بي سي من اجود الوثائقيات اللي تتعمل في العالم ديجا فما وثائقي بديت فرش فيها عندي ثلاثه بتحكي على المنافس نتاع البي بي سي جديد اللي هو سكاي وكيفاش سكاي اللي هي شبكه فيها نيوز وغيره اي ما هي سكاي شانلز سكاي برشا سكاي عشان اللي هي على على ملك عام 10 روبير موردوخ وهو عملاق الاعلام في العالم وكيفاش نجحت سكاي بفضل انطلاق البروميير ليغ خاطر البروميير ليغ بدات بسكاي دوك وثائقي كبير برشا وقوي برشا انا شنو نحب كاي مواطن في اي دوله وانه كي تدفع ضرائب تلقى الكونتر بارتي مقابل تلقى حاجه مين مقابل في تلفزه في تلفزه هي كانت تلفزه عموميه واذاعه عموميه عمومية. ما نحكيش على الخواص الخاص هذاك يحب يرجع فلوسه البي بي سي تحكي عليه عموميه ولا عموميه ايه فيها هو يحكي على العموميه في كل شيء كي تدفع ضرائب تلقى المقابل عندك اللي. عندك الامثله فرانس تلفزيون مثلا عمومي مثلا لا هو اسمع والله هي توريت التلفزه العموميه نتاعنا كانت في فتره من فترات راهي كانت باهيه وكانت تعمل اللي في اللي تقول فيه انت كله كان يتعمل توا شنو؟ توا ما نعرفش يمكن في النقابات وكثره الازمات والمشاكل النقابات راهي معموله باش ترفع من الانتاج ما هو اسمع شولات هي مشكله النقابات بتاتر ولا يعمل في البراد فير مع الادارات ولات هذه هي ليسونسيال بتاع النقابه لكن تسال الناس اللي يخدموا هذا معناها خاطي كي تسال الناس اللي يخدموا في التلفزه يقول لك احنا نحبوا نعملوا انتاج فما كفاءات عديده في 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 الصوت في اللوميير في 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 البريز دو في فما ناس خدمنا معاهم صحفيين ومساعدين وغيره هذوما الناس يخدموا يعني بون عندها مشكل بيان سور عندها مشكل التلفزه التونسيه اليوم والله يسمع انا نحكي لك انكدوت صغيره بي دي جي شو معناها تعاود مسلسلات على مدى السنه خلينا نقول لك بي دي جي عمناول نتاع نتاع التلفزه هذيك البنات عندهم شهرين هما يخدموا في ليميسيون ويحذروا انا بيرسونيلمون نتقابل وين معهم كل يوم وين في التلفزه الوطنيه وراهم كلهم شحنه وباش يقابلوا ويرجعوا يخدموا خاطر هما يحبوا يخدموا وهو ديريكتومون بجرد قلم لا توا ما فماش تمويل ما تجيبوش هذاك ما تعملوش هذيك هذاك باش يتكلف علينا هذاك يحب فلوس وهو يخدم في شهرية صار ما فاقش هو بشهريته اللي يضرب فيها درقدش وهذا مليون. دون المس بيان سور بانه قيمه التلفزه الوطنيه احنا تعلمنا فيها انا شخصيا تعلمت معناها في مسيرتي المتواضعه ذي علمت لي زابي سي نتاع كيفاش نمنتي وكيفاش نعمل فوا اوف وكيفاش نقف قدام الكاميرات علمته في التلفزه التونسيه الوطنيه اللي كانت حاجه انا مع راني نتعاود البرامج ماني ضد بالعكس يلزم تعاود البرامج ما فما انسي فما معقول سامحني سامي تنجم تعمل قناه كامله تعاود فيها البرامج كلاسيك يتعاود يا اخي روتانا زمان ما كانش يعاود على بعض يا اما يلزم ديما جديد وانتاج جديد وانتاج راقي اللي نستحق انا كدفع راهو اليوم اليوم فينومين شوف لي حل c'est un phénomène social, c'est un phénomène socioculturel, disons. Anno هذا الفينومين هذا قد ما يتعاود قداش عنده يتعاود 7 سنين 6 سنين 2009
لا الاعادات هذايا اون بوكل اون بوكل كل يوم مليان اليوم هذايا في بالك انه اليوم لي زانونسور يحطوا على جوز شوف لي حل في حاجه باهيه انه يجيب في ديبار كبار راهو يعمل في 30 و 40% ما يعملوش حتى ببرامج اخرى معناها ولا مشكل بالنسبه للقنوات المنافسه ولكن شعلينا في هذايا احنا نحبوا بقنواتنا كلها وسورتو القناه الام تكون ناجحه وعندها انتاجات كبيره وتعطي الحاجات اللي هي للناس اللي يحبوا يشوفوها لانه الرفليكس شوف القناه الوطنيه هي الاولى التلفزه الوطنيه تمر بحاله انتقاليه تعكس زاد صوره البلاد ووضعيه البلاد والشيء اللي موجود في الوطنيه نجم تلقاه يعني في 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 يعني في صوره البلاد في التغيرات السياسيه ان شاء الله نحو الاحسن اما ماذا بنا الاحسن خاطر فيها برشا كفايات اكيد فما برشا مخرجين هنا زملائنا واصدقائنا اعمال ما فنيه ما يعني ليش دوبر تعملوا اعمال يعني نصوص ما يعني سيناريوهات أدبية موجودة حتى مش في الفيكسيون محطوطة في الرفوف تنجم نعملوا عليها الأخبار وتولي الإنتاج على طول العام شكرا ميرسي شادلي دعوة للشيء يلا إن شاء الله ديما نراوها في 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 مرتبة تستحقها التلفزيون الوطني هنا هي الأصل يعني جست ريكتيفيكاسيون البارحة تجبد اسم الممثل فانسينا اسمه هو المنجي التونسي هذيك الجمله الشهيره نتاع مدام هوني كوشي ففنان فرقه بلديه نفكروا في برشا مسرحيات يضحكني برشا انا الحقيقه المثل هذاك هو مازال حي ربي يطول في عمره ربي يطول كان خطا ولكن وجب تصحيحه وجب شكرا لك ناس مازال حي ربي يفضله ربي يطول في عمره وعمل برشا برامج دونك مازال حي شكرا لك المنجي التونسي زيد عاود لا لكي لا ننسى ذلك ابدا لا اكيد هذا تصحيح خطا هي تتقال في 10 ثواني كنا قبيل ها هاي ديمونستراسيون 1 2 3 المنجي التونسي اللي هو ممثل كنا احنا قلنا انه توفى ربي يطول في عمره لانه مازال موجود اسعدنا في عديد الاعمال فلذا نعتذروا من انه المستمعين قلنا انه توفى ولكن ربي يطول في عمره مازال حي شكرا لك انا اكثر مني عملت اطول مني 2 سكوند لا ثلاثه حسبت لون عدد ثلاثه لا وكانوا بعد كلامك انت كوشي هنا كوشي يا مدام دو محلاهم الناس دو انا ريكتيفيت باش نصلح الغلطه اللي عملتها انت زي سامي كان جيت غلطتي انا نقول سامحوني انا انسان نخطئ نصلح الغلطه اللي قلتها انت انا انسان نخطئ عليك خديت الوقت باش العباد انا مانيش كيما برشا بيك تحب ديما تطلع سامي غلط اي لا لا هو قتله قال قال الله يرحمه نجي نقول لك حاجه شيف دي كيف في كل كيب شيف دي كيب نتاع نحترمه لا نحترمه هو لا هو يخطئ يخطئ ويصيب انا مانيش كيما برشا ناس ما يخطئوش ويصيب فوالا نخطئ وتصيب انا عجبني الشاد اللي بيتعاملوا معاك كان ما جيتش نصيب راني مانيش هوني لا بابا 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 باش تقدوه بصراحه وتصيب في كان في كان كان يا مكان في كان يا مكانش في كان 2022 باش تصير حاجه لاول مره في الكان ذي كان يا مكان لانديس الاول كان مهرجان كان ولا حارس مرمى ولا كان 2022 حارس مرمى باش يكون بطل فيلم كان انا حارس مرمى هذه لانديس الاول بطل فيلم في الكان 2022 كاس افريقيا الامم والله باش تصير حاجه لاول مره في الكان هذايا في كاس افريقيا هذه لانديس الاول حارس مرمى بالك شي في البيلانتيات يبدلوا حارس لا حارس مرمى وخوه تكريم الحارس مرمى كل واحد باش يلعب في برافو شادلي تعرفيني ما يحبش راهو انس توا شعوره الحالي انه ما يحبش شعوري نحي معناتنا سامي تعرف علاش انا كبير كبير شعور بمحبتك مليان احاسيس ما تنجمش تعمل شعوري والله انا جاوبت على السؤال هذا وليت قاريك قرايه لا غلط كان عندي دكتوراه ميموار تاع دكتوراه تاريخ وفيها بامتياز مع شو اسمها تهنئه اللجنه فيليستاسيون جوري فيليستاسيون جوري باش تفشل فيها وانا تجيب لك الدليل من بعد سامي انا تعرف علاش جاوبت على السؤال خاطر الجمعه الجايه كان لا لا وقعد لم في شويه معلومات على كان باش نردهم اسئله لا لكن هذه مش تبين. معلومه بربي سامحني شادلي عاد انا ما نبداوش ايش معلومه نتاع باك جراوند ما نجيبهاش ناس مش كبيره خاطر مش داخله في الكوره ولكن معلومه نتاع تحب تقول واحد اسمعها معلومه شكليه انا نعطيك معلومه شكون اصغر جوار في الكان ينتمي لنا فريق
انت بتعرفش اطول جوار في الكاس. مش حنبعل مثلا، ماهوش حنبعل. الجوار من موريتانيا، اصغر موريتانيا من موريتانيا كاس، واطول جوار في الكان زوز موريتانيا وخمسه وخمسه انغولا من موريتانيا. الجوار شكون؟ الله وجهك، انا قاعد نعمل في بحثي. غرائب كاس افريقيا، زوز حراس تجيب لك اسمن جوار في الكان. اخوات يلعبوا لمنتخبين مختلفين. يتعلق الامر بموريس غوميز حارس مرمى منتخب غينيا بيساو، والفريد غوميز حارس مرمى منتخب السنغال. الفريد هو الشقيق الاكبر، تولد في سبتمبر سنة 1993، هذه تصويرته مع الباجي اف ام في منطقة ريشن زيجنشور في السنغال قرب الحدود مع غينيا بيساو، وانضم إلى منتخب السنغال 2017. يلعب الآن في فريق رين الفرنسي. ولد موريس في كونيو في شمال إيطاليا، حيث كان والدهم شارل يعمل في رصف الطرق. وولد ألفريد وموريس شقيق ثالث عندهم ليز غوميز، يبلغ من العمر 32 سنة، كان حارس زاد احتياطي في منتخب السنغال في دورة 2015. الأشقاء الثلاثة بدأوا مشوارهم الكروي في أكاديمية نادي تورينو. تم استدعاء ألفريد لمنتخب إيطاليا تحت 20 سنة لكنه رفض، وقرر اللعب مع منتخب السنغال حيث شارك معاه في مونديال روسيا 2018 وكأس الأمم بمصر 2019. سي نورمال يرفض. وتحول من حارس مع دونا روما، وتحول من حارس احتياطي إلى أساسي بعد إصابة الحارس ماندي إدوارد ماندي متاع تشيلسي. وساعد ألفريد منتخب بلاده على بلوغ المباراة النهائية. ولكن الإجابة هنا ماهيش موجودة على علاش هذا غينيا بيساو وهذا السنغال، علاش شنو علاقتهم بالزوز بلدان؟ على الحدود. لا اسكو علاش هذو عندهم دوب ناسيوناليتي؟ شنو هو يعني لم ربما فما راهو زوز مشاهير، راهو زوز جوارات كبار لعبوا في زوز منتخبات مختلفة بيان سور، اللي هما نعرفوهم من الزوز. انت تعرفهم احنا نعرفهم الكلكم غازي وموا وشادلي، وانت تعرفهم جميلا من عرش اللي واحد منهم بطل العالم جيروم بواتينغ جاي زوز خويا واحد في المانيا بواتينغ نعرفه عاد في الافريقي، واحد في غانا واحد اختار زاد لانه من ام من غانا. لا 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 هم اي فردي اي الام ولا مولودين غادي، لا على خاطر واحد عنده الامكانيه باش يلعب مع الفريق الالماني والاخر اقل دونك نسبه الحظ نتاعو باش يلعب شويه دونك يمشي الفريق. كيما احنا عندنا جوريت اللي ما جاوش لتونس خاطر يراو في رواحهم النيفو نتاعهم تاع فرنسا، كيما سسمو بن يدر. لا احنا سسمو صبري لاموشي، صبري لاموشي صبري وصبري لاموشي وحتى بن عرفه. صبري صبري لاموشي غلطه يوسف الزواوي، صبري يوسف ما لعبوش حتى ثاني، كان دخلوا ما لعبش بالكل وبعد مشى يلعب في فرنسا. يلعب فرنسا هو مستواه نتاع فرنسا صبري حتى بن عرفه معناتها ما جاش المخ باش يلعب تونس. مستواه نتاع فرنسا مستواه بن يدر. شكون قال لك ما جاش المخ باش يلعب في تونس؟ سامي سامي ليغو ليغو اللي عند حاتم بن عرفة يخليه حتى يسخشوا على فرنسا. انا حاتم بن عرفة نعرفه اون بيرسون، قعدت معاه وحصل لي شرف اني نلعب مع الكره، شخت معاه في كره. هو شخصيه قبلت بيها، شوف شخصيه حلوه ياسر وسهله بالكل وصاحب جو وكل شيء. تبقينا يعرف مستوى عنده ليفل معين. شوف كي يبدا واحد في مخه عنده ويقول لك انا كوارجي كبير نجم نلعب في فرنسا، قعدني استنى في فرنسا. وفما الكوارجي ولا كيما قلت الميغيتي ميو بواتينغ الميغيتي ميو استنى في المانيا صعيب باش يلعب، لانه المانيا اللي فيكتيف صعيب ياسر باش يلعب فيه يولي يمشي بالعرفة الميغيتي ميو. وي هو ما عرفش يجري كاريرو. يلا شنو اسم اول برنامج من نوع تلفزيون الواقع في العالم؟ بيك براذر، ستار اكاديمي. اول برنامج تلفزيون الواقع في العالم امريكي طبعا، مش بيك براذر. لا مش توا 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 على ذكر توا اللي راهو فيهم بتقنيات الحساب تاع بساتار. توا 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 45 45 شو اسم البرنامج؟ قلتي بالزهر راني زهر في ستار باهي مشيت الكازينو خيلك كي زهروني هكا صحيح. كوين فور داي، ملكة ليوم واحد، هو البرنامج الامريكي اللي بدا 45 عفوا، وكان المذيع جاك بايلي يستضيف نساء من الجمهور الحاضر ويسأل كل واحدة عن حياتها الخاصة وما تعانيه من ظروف ومشاكل وغيره. كان على الجمهور التصويت في الوقت تجاه شنو هي عملت من الأقوال وانفعالات سيرتو، واللي هي تاخو أكبر عدد ممكن من التصويت
تتوج بملكة البرنامج وقتها بتاج وباقة ورود وتقعد في مقعد في معناها فوتوي وتربح جوائز قيمة. تقول أنا الملكة. هذا كما هذه ملكة بالحق. كوين فور داي كان هو البرنامج أول تيليرياليتي في العالم. ما؟ من وقتها بدأت الأفكار متاع التيليرياليتي. هو فما حاجات ما همش خايبين راه ولكن بعد بدأت تخلف الكوميرسيال برشا يعني وتخلف في حاجات زادة معناها نتذكر أنه في فرنسا وقت اللي بدأ لوفت ستوري وغيره لوفت ستوري حطم كل الأرقام القياسية اللي تكتبت عليه من نقد الفرنسيس لأن وقت الجرائد والميديا الفرنسوية قالت مش معقول أنه فرنسا معناها تنتج برنامج هكا يعني مش معقول أنه المتفرج يتفرج في حاجات كيما هكا وإحنا نذكره معناه ليل دو لا تونتاسيون وغيره معناه من البرامج اللي بان لوانا ودافيد كلهم ولاو دي ستار بعد اي مي اكيل بري كلهم ستار كيس كيل بريزونت مكثرهم مشاو للفشل مكثرهم عملوا دي تونتاتيف دو سويسيد محاولات انتحار اي مش من الاول بعد لوانا هي اللي هي تعرفت برشا في اللوفت الاولاني معناتها هي لافي كلك شوز هي لافي كلك شوز انا اكتشفت في هذوما انه تو بو اتر معناها تو سويت تولي فيديت كبير ولك لا معناها من غير حتى تشعل في ساعه وتطفى في ساعه تطفى في ساعه شوف انا نقول اللي التلفزيون ساعات تصنع اللي تحب هي اي هوني سان كونسيبت كامل كوميرس خاطر لا واحد كل يوم تراها في التلفزيون اوتوماتيك ما ولا فيديت كونسيبت هو ما عنده حتى شيء ولا هو عنده ما هو في حتى شيء هو تنجم تكون الاودينس عالية ولكن لا كاليتي دو الاودينس نول بالنسبة لحاجات كيما كاين من ورا ولكن في التيلي رياليتي فما حاجات عملت باهية انه هي عطينا حاجه بيت عم تعملت حاجات اعطيني اقول لك حاجه واحده اعطيني حاجه يعطيني مو زوز برامج هكا باهين نعطيك زوز برامج نعطيك اللي هو بدا في الولايات المتحده زاده اللي هو كيفاش تعمل مشروع نتاعك ومن خلال لجنه من الخبراء هذول الرياليتي عادي تسمى الرياليتي تحب نكمل ولا تحب هذا سامي رياليتي كما تعملهم انت لا ما نعملش في رياليتي نعمل في لونتربرونيا هذيك تتسمى هذه تيلي رياليتي انه كي تبعه يدخل للدار ويعرف مشاكله ويجي يقول لك ما عنديش فلوس ها سي لا رياليتي يعني هو يجي بور اكسبوزي سا في في ان بلاتو تيلي باش هو يوصل ياخو القرض نتاعو ولا ياخو التمويل نتاعو من طرف لجنه تاع خبراء سا سي لا رياليتي وجي واحد يغني انا حسب برامج الغناء زاده ما كانتش خايبه من الاول لا الغناء ما فيها البرامج ما فيها حتى طرف رياليتي على خاطر كلها سيناريوهات وعد ولا ومحضره ومركبه يحكيوا الناس اللي خرجوا على مثلا في استراكي تو فما حاجات تركبت تصوت لهذا خاطر وانت في البلاد كلها مش البعض منها مي بام فما ديزيدي كي تي بيان ما نعرفش خفاياهم الكل ولكن نعرف انه فما ديزيدي كانوا باهين مثلا في فرنسا اليوم يظل لي فيتو اتر مون اسوسيي ولا حاجه كيف كيف ولا في ما في هي حاجه مش خايبه في ما في انا كنت ولا الفامية ذيك تمشي تاخذ صغير يعيش في فامية مثلا لبس عليها والاخر يجرب حياة بسيطة شو سي با مال معناها فما ايميسيون زاد اسمها فامي نومبروز زاد تعجبني انا شيخ عليها وين في فرنسا تتعدى فما حاجات تلقى اللي جايبين تسعة صغار تسعة وعشرة وكيفاش يتعاملوا معاهم صبر حاجة بيس به وقتاش تبث اول برنامج عربي من فئه التيلي رياليتي حسب رايك عندي ما نقول لك لا عربي يظهر لي مش قبل استراك قبل استراك قبل هذا ما فيش فرح برجب الفيرما هذيا مش الفيرما في ولا فرح اي لا فراشه قبل استراك هذه مي الاول في لا انس شادلي والله كل برامجي كنتي سي سامي متفرج حتى برنامج صحيح تبدل شادلي شفت سي بيان يا شادلي قلبت وحطيته في القالب الفيرسيون جديدة مش خايبة كمام يفو شانجي دون لافي طبعا انت صدقته معناها اول برنامج دقائق قبل العاصفة عربي سنة 2004 هو برنامج على الهواء سوا يعتبر أول برنامج من التيلي رياليتي عرض سنة 2004 على قناة خاصة في ERT راديو تلفزيون العرب كانت فكرته
البث المباشر المتواصل لحياة مجموعة فتيات يرغبن في الزواج. يقمن لأسابيع في بيت واحد وفما مشاهير يجيهم ويتواصلوا مع شخصية بالصوت يعني عبر احدى قنوات الموسيقى. نذكروا ديما تفكرتها وفما اولاد يتقدموا يتقدموا لهم اولاد معناها باش يحبوا يخطبوهم ويقام حفل زفاف لمن تربح التصويت للمشاهدين. بو هذوما سي اف ام ار خاطر ما تنجمش تعرس بعبد في ايميسيون تيلي بطريقه هذه. ما طرش مكتوب كوين يا سامي رد بالك. مكتوب عرفته اما معناها مش انت سامي بن نور يا اخي على الانسان جائزه ماليه منزل مستأجر لمدة سنة بو يدخلوا فيها الاسبونسور خالص وقد تم ذلك. لكن البرنامج ما عنديش ما عنديش كلام شابه سيارة فاخرة أكاديمي قبل راهو قبل لا 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 2005 في ستارك لا العربي 2005 الأولانية 2004 الأولانية الأولانية 2004 نصور في غناية في لكن هذا قبل مسار أكاديمي ماهيش تلفزيون الواقع. أنا حضرت في البرايم هذاك حضرت إي تتسمى الواقع لا لا عاد إي تشوفهم يعيشوا في 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 إسباس ويتقاسموا ال 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 ريبيتي وياكلوا تو سا سي لاغ تيلي ريتي على الهواء سوا قبل 2004 لا لا ستار اكاديمي قبل 2004 انا مازلت في الفاك لا هي ستار اكاديمي لا قبل 2004 في فرنسا ذاك لا حتى في لا العرب سيني. العرب سيني. العرب باش نقول لك انا يذلي في 2003 فان 2003 خاطر انا المدرب فيه حضرت فيه حضرت فيه وفي بيروت نتفكرها بالكدا بكدا 2003 ولا 2000 فان 2003 سامحني اللي فيه محمد عطيه صحيح اللي فيه في تونس احمد اي علاش قلت لك انا نتفكروا بالكدا وطفله بهي خاطر نعرف خاطر كانت تقرا في الكمبيوتر بربي جوست على ذكر يعني استراك نتذكر انه مره خدمت عليه انا تحيلي روح ناس مشاو يتفرجوا مره في حفله ستاراك في سفيرس وي وي الله يرحمه والتدافع هذاك ربي يرحمه وي وي الكاميرا كاشي هذايا تبعد نعملوه قداش من نوع برامج مع اتصال في التيلي رياليتي موجود في تلفزيون الواقع تيلي رياليتي فما ديزاكس كبار انا هما فما لاكس سنترال هذاك وراه حارس المرمى وراه حارس المرمى هذه الفان تاعك شو حكيوا عليها؟ ماهيش فان ماهيش فان يا رامي ماهيش فان فما جوان رامي جوان فما ثلاثة أنواع اللي هما المسابقات يعني غناء وغيره الحياة الشخصية كيما تعاملوا في فرنسا شو اسمه غريك لو مليونير و... أي أي نذكر غريك لو مليونير تحية تحية لصديقتي إيمان هي تسكن يوم في مارسيليا إيمان شمس عليك أي أي فمرة كانت في في صديقتي إيمان السمرة ما أي تعمل دانس هي في بنت العلوية أي في مارسيليا أي في مارسيليا تعمل دانس تو لحظة خنكمل عاد تي خاطر قلت إيمان تفكرناها أخي ما عندناش الحق نعبرو يا ربي قد أسمع يزم نعاودو نسمعو ليميسيون نشوفو سامي قداش يتكلم باغابوغ لينا أحنا ريت ريت قول هو الكرونيك محلى روبتك جميلة اليوم ميرسي أما تحويل وجه هذا يسمى اسمع دونك هي وقتها كانت في الجروب دو دانس تو قالت لي شافت هكا جماعه دي زيترونجي وبعد كلمتني قالت لي اسمع ريتهم كان لي زيترونجي كان اللي جاو سكنوهم ويخدموا من عاش وقتها ب 100,000 الليلة ولا شنو هو ذاك غريغ لو مليونير كان في الجروب تاع الدانس هذايا وبعد اختاروه اي بعد اختاروه اي يا اخي هو بالحق لو مليونير ليه بعد اختاروه هو شخصية باش يأدي اللي تي كاستي باش يعمل هذاك الكل صار هو مش مليونير بالحق نو اي ولد انا ما نعرفش ما تفرجش فيهم بطبيعتي ما تفرجتش في حتى لا تي فاو ومسيس هذوك كلهم لا والله اسمع برافو انتم معناها تفرجتوا برشا حاجات انا صدقني تحكي عليهم هذوما ما تفرجتش فيهم دونك المسابقات ما لقاش وقت باش نقعد في الدار جمله انا الحياة الشخصية والثالثة هي الكاميرا الخفية تلفزيون الواقع هو كي بتكون ماشي في فابريكا طبعا هو نوع من برامج التلفزيون يعرض فيما يبدو انه مو معناها مشاهد من دون نص مكتوب لكنها مكتوبه من حياه اشخاص ردود افعالهم مع امكانيه تحديد البيئه والظروف وذلك لانتاج ماده ترفيهيه اكثر من هي ماده تلفزيونيه بالحق. نذكر انا نجيب القاضي عمل تلفزيون الواقع مره هيا ما ماهيش تورو ماهيش تورو في الدار وقتها نتذكر حاجة هكا انا ماهيش بنتك هي في سمباتيك نتذكرها في كانال اوريزون هي جميعا ومعاهم ومعاهم سسمة زيد اللي توج بنت عليها شكوني ايمان ايمان معاهم هي
وخدموا في في في, في دي وين لي سي العلوية وين نهج العلوية دار غاديك واحد يخدموا الخدمة هذيك باه انور يقول لي ديفيزيون دات دو لا بروميير ديفيزيون اكتوبر 2001 دات دو لا ديرنيير ديفيزيون 12 جانفي 2002 وي هذا هو ستراك ستراك في فرنسا هذا 2001 في فرنسا راه يا انور لكن العرب بعد ما قبل 2004 سو كي سو فان 2003 فان 2003 وي بطبيعة الحال بون بعد دخل فيها شوي لو كوميرس و تسا من الاول ماشي من بعد من الاول كوميرسيال كيف اللي من الاول ترى بي كان ولا من الاول كوميرسيال لي كونسيبت هذا من سامحني سامحني تو انت عندك المؤيدات اللي تقول من الاول كوميرسيال وينهم؟ عندي شنو؟ بركال عليك محامي ما تمشي بالمؤيدات مؤيدات يا واحد يعمل اسمه تيلي الواقع سي كوميرسيال ها شنو هو؟ لا فورسيمون من الاول تجارب هي ممكن يكون فيها الجانب الربحي لحظه برك شو عليك كوميرسيال؟ بنقص عليك باش نجاوبك تقص عليا باش تحكي وتقول لي السبيسيفيسيتي الخصوصيه نتاع البرامج هذا من الكل وانه سيزون ناجحه هي الاولى والثانيه صحيح ساعات الاولى برك دوك مهما كانت قوه الواحد يضر لك والفكر راهي تعمل الاولى الثانيه الثالثه صحيح الرابعه باش تجي طايحه دوك الافكار الفكره الاول من الاول تبدا تعجب وبعد باش تطيح مهما كان نجم جاوبك انا قلت لك انه الخايب انه تكون فيها تدخل فيها انك ماكش ترانسبارون تزور النتائج وتحط هذا على هذا كوميرسيال صار لو سي قلنا انه هي حاجه ترفيهيه تزوير حاجه اخرى من غير قلت لي كوميرسيال قلت ليه كوميرسيال معناها تقصد انه تجيب نتائج وتجيب ارباح اكيد هذيك معموله بوغ ايتر سا تعرف قداش فما ارباح فيهم طبعا جو سي جو سي سيرتو التصويت مركزي يلا هذه ناس في انفو ترافيك رجعنا في راسين كاري سافا جميله تري 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 بيان شادلي انس بن مالك غازي عيادي احنا حكينا قبيله على تيلي رياليتي ودو فويس وستاراك وغيره اكثر حاجات اغاني ربما التيم نتاع اليوم لا باش نقولوا غني شنو الحاجات اللي هما شد انتباهك حد غنى حاجه مثلا ولا والله توك انس قبيله قال كلمه صحيحه انه بالحق انس ديما يقول كلمه صحيحه وقتها راهو لا سيرتو قبيله كمان ديما ما فماش هذايا سان اكزيست با اسمع بالحق ما كانوش يغنيوا بالقدار والسر اكاديمي ما كانوش كلهم فيهم كعبه زوز والباقي كله راهو عادي توا اللي خذا الجائزه الاولى وقتها ما كانش مغني هذاك المصري بعد مشى للتمثيل مشى لحاجه اخرين شنو الطرب توا انت اللي غنيت واعطينا شويه معناها احنا ما كناش حاضرين في توزر تقصد اي طبعا حيلي في القمر يمين قال لي يا حلو ساعة ما شافك حيلي في القمر يا قمر يمين قال لي يا حلو ساعة ما شافك في الحزن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملت اوصافك يا روحي يس مبروك هو الابيات اللي بعد احلى بياسر الله حلف الامر حاجه ابداع بصراحه باش اشتهر الطبيب الايطالي جوزيبي فيرليني البولوني الاصل والمولود سنه 1800 متوفى 1870 شادلي اكتشف التخدير جميله أنديس خدم كجراح مرافق للجيش المصري بين الغزو التركي للسودان أنس اكتشف حاجة أثرية؟ لا أثرية ولكنه لم يكتشفه فات هي نيجاتيف الإجابة هي أثرية صحيح الأهرامات في السودان شعمل كسرها اشتهر دوليا لقيامه بتحطيم ما يزيد عن 40 هرم في السودان ومصر في حدود سنة 1820 علاش كان فيرليني مراقب من سلطات مصر في كل المراقبة لم تكن محاولاته لاصطياد الفريسة هذه في أرض مصر بالأمر السهل اتجه جنوبا ليجد ضالته في جنوب وادي النيل في أرض السودان هنا تمكن بأنه بكل ما أوتي من قوة أنه يحطم آثار الحضارة النوبية القديمة
توغل جنوبا حتى مجرى النيل الأزرق إلى منطقة سنار، واختار فريليني شمال منطقة النوري والنقعة ومروي مهد الحضارة النوبية القديمة. النوبية القديمة. كان هم فريليني الأول والأخير هو سلب ونهب الكنوز والتحف الذهبية الموجودة في أهرامات مدافن ملكات وملوك وأميرات وأمراء حضارة النوبة. حتى هو وجهه ما شاء الله. أي سامحني معناها الهمج ما هو جيك هاو من جنوب القارة. الإنسانية هو ده دكتور بالحق ولا؟ لم يقوم فريليني بالبحث عن الظالة متاعه بتأني كما كان يعمل علماء الأثار، يعني علماء الأثار يدخلوا يحلوا بشوية وينحيوا غصة دون يبدأوا ينصفوا. دونك قام فريليني بنسف وتدمير الأثار هذه باستعمال ديناميت في نسف القمم نتاع الأهرامات هذه للحصول كما قلنا على الفلوس على الذهب بما فيها الهرم السادس للملكة أماني شخيتو أميني. ثم قام بالبحث شخيتو. بنهم عن الكنوز والتحف والذهب وغيره. الملكة يعني اسمها شخيتو ورجلها اسمه هذا هو اللي معنى تواغتنو كان هذا يعني تفاعلنا كذا كيف قلنا شخيتو النجم تبني عليها نبني عليها. قديش من هرم ستة 40 هرم من مجموعة قديش من هرم وقغاتي فما سألناه سؤال مئات قديش فما مئة وويش عديدك عديدك الكل عديدك 40 تهدموا دونك العدد من مجمل 220 220 هرم حطم 40 هو على الاقل جات في 40. يقول علماء الاثار بان هناك ولغرابة الامر هرم كبير اختفى الكل دمروا بالديناميت ولا تراب يضرب الديناميت اي اي وجد مخبأ واحد فقط من الذهب والمجوهرات في هذا اللي عامله الكل اتضح لاحقا انها تخص الملكة هذه اماني وسارع الى عرضها على المتاحف الأوروبية في ميونيخ وبرلين ولكن المتاحف رفضت هذا باعتبار المجوهرات نظرا لدقة الصنعة متاحة وجمالها لعدم تصديقهم أنه الجودة ذي تكون صنعت في إفريقيا وبعد فترة تم شراءها منه بتعرض وهذا بنسور فما عديد المتاحف في العالم اللي فيها ثروات منهوبة مسروقة بنسور مرة في 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 اللوفر في قسم الأثار الحضارة الإسلامية والعربية فما باب لجامع عقبة بن نافع مثلا موجود لليوم في اللوفر العرس أبار اللي خلاوه المماليك في مصر والحضارة الفرعونية ومتحف لندن وغير 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 من الحاجات اللي تباعوا وتنهبوا وتسرقوا الموميا رجعت الجواز سفر اي ذاك خرجت بعد درجه باسبور ولا 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 والعرس هذيك اسمها اللي موجوده في باريس هي ولا في باريس هي بيراميد في باريس اللي يربح الحرب يا في كل شيء مسله شنو هو انس المسله مش المسله اي اي بون هذم لازم بعد عملوا دي كونفنسيون وتساوي لكن ما عطاوش نفس التاثير لانه شكون باش يسلم لك في حاجات اللي هي معناها رأس المال بتاع المتاحف هذيك الكبيرة هي وما هوني فما ناس تعديوا على البلدان هذم يقولون ما يعرفوش قيمة الأثار متاح ما يعرفوش فما ناس زادة سرقوهم ليه شزوهم لبلدانهم معاك أنا قلت خلاف ذلك يا ما فما زادة شعوب لا تعرف في بالك احنا بدينا نلوج على القرار فما شعوب باعت أثارها مش ما يعرفوش مش حتى تسرق ما يعرفوش قيمتها جملة لا لا يعرفوا قيمتها ما الفلوس تعمي عينين نسكن يعرفوا قيمة أخي أثار هو أول يوم يا غازي يا غازي لا حتى قبل غازي ربي يقول لي ناس تهرب في الأثار تبيع فيه كيف سافدي شوف فيلم المومياء بتاع شادي عبد السلام يا سلام اليوم اليوم تعرف قيمتها وتبيعها قبل ما يعرفوش اللي عندها قيمة جملة في القناة نحكي لك من القرن التاسع عشر من القرن السادس والسابع ميلادي القرن التاسع عشر ما يعرفوش قيمة شخيت أماني أماني شخيت شخيتو شخيتو والله شخيتو بعد عليا هيا نخرجوا فاصل فاصل شو فاصل هذا لا دي غري غالط سمي شخيت وراي هكا عندي هوني في الوقت والله شخيت وقال لك اسمعوا في شخيت ومن فم البير عفوا اماني هذيك اماني والله يا بي اوتوكا الاهرامات الكل شدت شخيت ولحق
لا معناها يعطينا فكره على لا لا مستوى على قيمه لا مش مستوى لا حشاك لا لا على على قيمه الاثار لا في على تركيزه لا لا والله شيء مستوى تركيز هو مركز بالقدير انا جبت الاجابه كيفاش مركز اي ماله اي اما شخيته هذيا ما بيناتنا شقت عليه والله انت جبت الاجابه هذه اه الاهرامات قلت لك اي الاهرامات لا لا مركز شادلي بصراحه مركز بالقدير بالقدير قاعد يراجع راهو شادلي ويقر على روحه ساعه عدى صيفيه كامله يقر مش من مراجعات مش بتاع ليل ونهار تاع صيفيه كامله يا شيد لي نخرج يقول لي لا راني راجع قاعد في الحمامات وطلبتني وما زيدش عليك بس علي قال لي نحضر في السيزون يحب ديما يغلبك يحب ديما يغلبك انا اي نحب ديما نغلبو يا خويا نصر شو ما تقوليش ما عندكش هذايا ما نجمش نصدق راه والله ما عندكش هذايا كان لاغاج دو فانك يا اخي عيب عيب بالعكس بنجاوب كي تجيب كي تطلع الحدود معينه تولي تقلق هي لا محال عنده لا راجل لا مش معاك نحكي تو نبرهلك تاع السواري ما تخلقتش قبيله اون جينيرال يلبق لك نسنوس يلبق لك جميله عنده دو نحكي اون جينيرال بالعائله الملكيه راه احكي ملكيه فمي شخيتو يلا بابا ما تبعتوش لانه قبل تشخيط بعد اغنيه 6 ونص حط لنا ريتو ولا ريتو بعد عنيا شخيط ما نوعدكش يلا ايناس في الميتيو والاخبار واخبار الرياضه نرجع لكم بعد شويه ما تبعتوش